تقول السائلة: جاءت للعمرة مع زوجها، وقبل الطواف والسعي حصل بينهما جماع، لأنهم وصلوا مكة ليلا، وكان ذلك سهوا بإضافة لعدم معرفتهم للحكم، ماذا عليهما من فدية؟ عليهما أن يمضي في هذه العمرة ويكملانها، وهي فاسدة، هي فاسدة، لكن يجب عليهما إكمالها وإتمامها، ثم بعد ذلك يرجعان إلى الميقات الذي أحرم منه بالأول بالعمرة التي فسدت، ويحرمان منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، ويأتيان بها على الوجه المشروع، ثم على كل واحد منهما فدية، ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا. ثلاثة أمور لا بد منها. نعم.